السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. سناب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في هذا المعرض المصاحب لمسابقة القرآن الكريم في جامعة جدة. تقوم وكالة الرئاسة لشؤون المعارض والمتاحف بالمشاركة بمعرض المصاحب لهذه المسابقة الكريمة والغالية على أنفسنا جميعا، التي تبدأ فعالياتها هذا اليوم الاثنين وتستمر حتى يوم الخميس بإذن الله تعالى. يضم المعرض عدة مقتنيات خاصة بالقرآن الكريم وأيضا منسج لكسوة الكعبة المشرفة، بالإضافة إلى مخطوطات وكتيبات خاصة من مكتبة الحرم المكي الشريف. أيضا لدينا هناك مقتنيات خاصة بأدوات غسل الكعبة المشرفة، بالإضافة إلى أطياب الكعبة المشرفة. في هذا التقرير الخاص بهذه الفعالية. عارف اسمه بالملمس. إيه كبير بيصير يقرأ من خلال حس الشيء الأحرف.